المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء دكتور نزار مهدات إن المؤسسة تدرس مشروعا إلكترونيا لتتبع الأدوية المخدرة منذ استيرادها وحتى وصولها إلى المريض. وأشار مهدات في بيان إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات تراقب سلاسل توريد الأدوية لضمان دواء آمن والحد من إساءة استخدامه، وتطويرا أيضا لأدواتها الرقابية والالتزام بالوصفة الأمنية للأدوية المخدرة أو المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح، والتعامل مع أي معلومة ترد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها. حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، انضم إلينا الآن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء دكتور نزار مهدات. دكتور أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور، نتحدث أكثر حول ما هو هذا المشروع الإلكتروني لتتبع مسار هذه الأدوية المخدرة حتى وصولها لاحقا إلى المريض، تفضل. يا سيدي مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام، حياك الله. حقيقة زي ما تفضلت أخي العزيز بأنه هذا المشروع هو مشروع إلكتروني. بكل بساطة هذا المشروع راح يعني يفيد في عملية تتبع الدواء في كل مراحل تصنيعه ومرحلة تسويقه، فبالتالي من لحظة خروجه من المصنع إلى انتهاء طبعا إلى المريض راح يكون في الأطوار اللي بمر فيها كلها مضبوطة ومراقبة من خلال هذا البرنامج. طبعا نظام التتبع أو مشروع التتبع الإلكتروني الدوائي بيشمل كل الأدوية اللي بتم تداولها بالأردن، ويبلغ تعدادها تقريبا 8000 صنف دوائي، لكن راح نركز مع أخواننا في مديرية مكافحة المخدرات على الأدوية اللي تعتبر مواد مخدرة وتعتبر ذات تأثير عقلي، وبالتالي الهدف الرئيسي يتم ضبطها وضبط استخدامها. لكن زي ما تفضلت هو موضوع عبارة عن تتبع راح يعطينا تصور عن المخزون من كل الأدوية، راح يعطينا كمان تصور رقابي لمسار الأدوية وتتبع السلاسل الدوائية وتوريدها، إضافة إلى أنه يعني إحنا بنطالب دائما بأن يكون في التزام من إخواننا الأطباء سواء أطباء بشريين أو أطباء أسنان في وصفهم لهذه الأدوية بالتحديد المخدرة. لذلك كان في تعاون واضح جدا مع نقابة الأطباء وأطباء الأسنان وكذلك أطباء الصيادلة في إنتاج وصفات، هذه الوصفات يصعب تزويرها، وبالتالي من ناحية أخرى ستسهم بشكل يعني جيد في موضوع الرقابة على الأدوية المخدرة. فهمت من كلامك دكتور نزار أن هذا المشروع الإلكتروني هو بالتكامل ما بين المؤسسة وكل أجهزة الدولة، ليس فقط للأدوية المنتجة محليا إنما حتى المستوردة عبر المنافذ البرية البحرية أو حتى الجوية. نعم، لأنه التتبع أخي العزيز أصبح متطلب دولي حقيقة لمراقبة مسارات الأدوية واستخدامها، وبالتالي حتى نسهل إحنا على المنتج الوطني تسويقه في الأسواق الخارجية لابد من تبني هذا المشروع أسوة بالدول المتقدمة. طيب دكتور نزار، هذا فيما يخص موضوع الإنتاج وتتبعها من مصادرها مثلا، ولكن ماذا بالنسبة للأدوية الموجودة حاليا في الصيدليات؟ كيف يمكن تتبعها حتى تصل إلى المريض ضمن هذا المشروع الإلكتروني؟ يا سيدي الآن جزء من الأدوية يحمل الكيو آر كود، والكيو آر كود أيضا يفيد في عملية التتبع وفي عملية جعل حتى النشرة الداخلية الدوائية مسموعة ومقروءة من خلال الهواتف النقالة. اليوم المؤسسة تقوم بدورها الرقابي من خلال الحملات التفتيشية ومتابعة الأدوية من ناحية تخزينها وظروف نقلها وتداولها وصرفها. أما بما يخص موضوع الأدوية المخدرة فهنالك السجلات، طبعا تبدأ بالرقابة على الوصفات اللي أصبحت اليوم تمتاز بالعديد من المواصفات اللي يصعب تقليدها أو تزويرها. أيضا كل صيدلية وكل مستودع نتابع في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رصيده من هذه الأدوية وعملية إخراجها ضمن فواتير طبعا قانونية، وأيضا عملية صرفها يتم ترصيدها في سجلات لدى كل صيدلية يتم الرقابة عليها بشكل دوري من قبل المفتشين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. طيب دكتور نزار، عندما يستمع البعض لهذا الكلام وموضوع مشروع
إلكتروني لتتبع هذه الأدوية المخدرة من مصادرها إلى حين وصول المريض. يسأل بعض هل هذا يعني أنه في سوق سوداء مثلا للمواد المخدرة أو للأدوية المخدرة في المملكة مثلا؟ يا سيدي، هو لا يوجد أسواق سوداء، بالعكس الأردن من بين الدول اللي لم يسجل فيها استخدام أدوية مزورة أو مقلدة، وهذا شيء بيرفع الرأس حقيقة للصناعات المحلية وللوكلاء المستوردين للأدوية. فبالتالي السوق الدوائي منضبط، لكن إحنا حقيقة الهدف من هذا المشروع بالإضافة إلى ضبط الأدوية واستخدامها واستخدامها الرشيد للتأكيد عليه، هنالك تصور رح نأخذه إحنا في الأردن عن مخزوننا الاستراتيجي من هاي الأدوية، وسعيا أنه نكون في مصاف الدول المتقدمة اللي عندها مشاريع إلكترونية اللي تضبط السوق الدوائي بشكل أكثر صرامة، وبالتالي يعني نتأكد بأنه لن يكون هنالك أي دواء مقلد، لن يكون هنالك دواء مزور، ولن يكون هنالك دواء تم إدخاله بطريقة غير مشروعة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات الدكتور نزار مهدات المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، شكرا جزيلا لك.